مشاهدينا، كيف تبدو الأوضاع في المدينة المنورة؟ معنا من هناك مراسل الإخبارية وائل رفيق يطلعنا على ذلك. أهلا بك وائل. إذن الأجواء على ما يبدو من حولك طبيعية جدا، والجميع يعني يستمتعون بوقتهم حتى اللحظة. أهلا إيمان، فعلا حالات المسح النشط لا زالت تعمل هنا في المدينة المنورة وفي المراكز التجارية. وللحديث عن المسح النشط الذي قامت به أمانة المدينة المنورة خلال الأيام الماضية ويستمر بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، يسعدنا أن يكون معنا سعادة مدير عام البلديات بأمانة منطقة المدينة المنورة الأستاذ رمضان الزهراني معنا في هذه النشرة. أهلا بكم أستاذ رمضان، نود أن تحدثونا عن هذه العمليات، عمليات المسح النشط وأعدادها وآليتها وفكرتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تقوم الأمانة الآن بتكملة المراحل السابقة في عمليات تنظيم التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت التجارية وفي المولات في الأسواق وفي أسواق النفع العام. اليوم كما تشاهد عندنا مبادرة أطلقتها الأمانة مع الشؤون الصحية ومع قوة الأمن الميداني ومع مؤسسة الرقم الأمني. الهدف من هذه المبادرة كما تشاهد المسح على جميع المرتادين لهذه الأسواق، ومسح سريع لهم. يكون اشتغلنا الآن لمدة 3 أيام، خلال اليوم وصلنا إلى 700 حالة تم مسحها خلال الأيام الثلاث السابقة. إن شاء الله في الأيام القادمة يتضاعف العدد، و مجهودات الأخوان يعني مركزة ومكثفة خلال مدار اليوم في جميع المولات والأسواق. أيضا الشؤون الرقابية على المحلات التجارية، تم إغلاق مجموعة من المحلات خلال الأيام الماضية، هناك تشديد من قبل الأمانة، فرض غرامات على المخالفين، نود أن تحدثونا أيضا عن جهود الأمانة وعدم التساهل في تطبيق النظام. نعم، الأمانة كما أسلفت مشددة في هذا الجانب، وجميع المحلات والمنشآت والمراكز التجارية عندهم علم مسبق بإجراءات الوقائية التي يجب أن يتخذونها، خصوصا في جوانب الاحترازات الوقائية. أي مخالفة من أي محل يخالف التعليمات المبلغة لتلك المحلات، تقوم الأمانة من خلال البلدية الفرعية بإغلاق المحل وإيقاع الجزاء المالي على تلك المحلات المخالفة. يعطيكم العافية أستاذ رمضان، وشكرا جزيلا لكم على هذه المجهودات التي تقوموا فيها في المدينة المنورة. لكم يا أخي شكرا. إذن إيمان، ونحن ننقل لكم هذه الصورة من الميدان هنا مع عمليات المسح النشط المستمرة في المدينة المنورة في المراكز التجارية. شاهدنا التباعد ما بين الأشخاص، شاهدنا الكاميرات الحرارية التي ترصد حرارة الزائرين لهذه الأسواق. أيضا أمانة المدينة المنورة تقوم بجهود كبيرة في تطبيق الأنظمة فورا على المحلات المخالفة. أيضا هناك كانت حملة لإغلاق مجموعة كبيرة من المحلات خلال الأيام الماضية التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. نعم، وإلا بالمناسبة جميلة الكمامة التي ترتديها بشعار الإخبارية. شكرا لك وائل، وأيضا شكرا لضيفك الكريم مراسل الإخبارية وائل رفيق، مراسل إخباري من المدينة المنورة. شكرا.